وينضم إلينا من غزة عماد محسن المتحدث باسم التيار الإصلاحي في حركة فتح. سيد عماد، بعد التحية، يعني هل لك أن تجمل لنا آلية عمل هذه اللجنة؟ اللجنة شيء متميز في الحياة الفلسطينية وفي الواقع الفلسطيني بانطلاقتها اليوم، من جهة الشكل ومن جهة المحتوى والمضمون. من جهة الشكل تضم 8 فصائل فلسطينية، من بينها فصائل أساسية في منظمة التحرير الفلسطينية. هذه المرة الأولى التي يعني تطلق فيها على الملأ لجنة بهذا التمثيل وهذا التشكيل، كل هذه الرزمة من المساعدات. المسألة الثانية هي مسألة الشراكة الوطنية التي تؤسس بالفعل ضمن خطوات وإن كانت بطيئة لكنها تسير باتجاه الشراكة السياسية التي يمكن بها وعبرها ومن خلالها إنهاء الانقسام الوطني، عبر إنجاز ملف المصالحة المجتمعية في الملف الأكثر تعقيدا وتشابكا وصعوبة في ملفات المصالحة الوطنية، ومن جهة جبر ضرر العائلات يعني حقنا للدماء، ومن أجل تعزيز السلم الأهلي وتوحيد وتصليب الجبهة الداخلية الفلسطينية. بجوار كل ذلك حزمة من المشاريع التنموية والإغاثية لقطاع غزة الذي يعاني مرارة الاحتلال والحصار وظروف الانقسام البغيض. أبرز المشاريع التنموية يعني التي يشملها هذا البرنامج، يعني مشروع ترميم البيوت التي يعني تكاد تتداعى بفعل يعني بنيتها التحتية المتواضعة للفقراء والمهمشين. هذا الترميم قبل بدء موسم الشتاء الذي يكون قاسي على الفقراء والمهمشين في أنحاء قطاع غزة المختلفة، سيكون له أثر كبير على هذه البيوت وعلى هذه العائلات. مشروع تقديم الكراسي أو المقاعد المتحركة لذوي الهمم، ذوي الإرادة الذين لا يستطيعون السير على أقدامهم، غاية في الأهمية، وهناك احتياج كبير في هذا المجال في قطاع غزة. بجوار بطبيعة الحال يعني هذه اللفتة الرمزية من خلال محاولة رسم الابتسامة على وجوه أطفال الشعب الفلسطيني في المدارس الحكومية ومدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، من خلال توزيع الحقيبة المدرسية عليهم في مدارسهم. طيب، يعني كيف يمكن أن تؤثر أو يؤثر عمل هذه اللجنة على إزالة الانقسام وعودة اللحمة؟ هل لكونه يعني يتضمن 8 من الفصائل الفاعلة؟ الأهم من ذلك أن هذا أو مسار المصالحة المجتمعية مرتبط أساسا باتفاق القاهرة الذي وقعته الفصائل الفلسطينية في أيار مايو عام 2011 في العاصمة المصرية القاهرة. وعندها كان ملف المصالحة المجتمعية واحد من أهم وأخطر وأعقد الملفات، لدرجة أنه لم يتم التوافق بين سكرتارية القوى الوطنية والإسلامية على تسمية الأمانة العامة لهذه اللجنة على مدى ما يزيد عن 6 أعوام، حتى جاءت تفاهمات تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح برئاسة المناضل محمد دحلان وحركة المقاومة الإسلامية حماس في العام 2017 ليشق هذا المسار طريقه، وأنجز حتى يومنا هذا قرابة 174 ملف من ملفات الدم، والآن تسير العدالة الانتقالية في مسارها الطبيعي نحو إتمام 100 مصالحة مجتمعية جديدة، بما يتجاوز نصف عدد ضحايا الانقسام والاقتتال الداخلي الذي وقع في حزيران عام 2007. طيب سيد عماد، يعني أيضا التمويل الإماراتي ربما يأتي استكمالا للدعم الإماراتي في لقطاع غزة خلال الفترة الماضية، هل لك أن تطلعنا على هذه الجزئية أيضا؟ أولا، دولة الإمارات العربية المتحدة لم تتوقف عن تقديم يد العون والمساعدة والإمداد والمؤازرة والإسناد لشعبنا الفلسطيني منذ تأسيس دولة الإمارات وحتى يومنا هذا، وقفت بجوار شعبنا في كل المحطات، وآخرها كانت يعني في الأعوام الخمسة الماضية عندما وقفت بجوارنا تعليمية من خلال المنح الدراسية، تحرير الشهادات الجامعية، توزيع المساعدات على طلبة الجامعات، وقفت بجوار الغارمين من خلال سد قروضهم ومديونيتهم، وقفت بجوار الصيادين، العمال، الشرائح الاجتماعية المختلفة، كانت حاضرة في رمضان
بجوار شعبنا في الضفة الغربية، قطاع غزة، القدس ومخيمات الشتات من خلال المساعدات الغذائية والطرود الإغاثية وغيرها. بطبيعة الحال هي كانت راعي وممول بجوار الشقيقة مصر لملف المصالحة المجتمعية، وكانت الحاضر الأبرز في مشهد كورونا عندما اجتاح الأراضي الفلسطينية في العام 2020 من حيث تقديم اللقاحات، المستشفيات الميدانية، أجهزة التنفس الصناعي، الإمدادات الطبية المتلاحقة في قوافل إلى وزارة الصحة الفلسطينية، سيارات الإسعاف وسيارات الدفاع المدني والإطفاء وغيرها. الإمارات تقريبا لها بصمة خير بيضاء في كل جانب من جوانب العيش في فلسطين وتحديدا في قطاع غزة المحاصر. والأهم من كل ذلك أن هذه مساعدات غير مشروطة، وأنها مساعدات الشقيق لشقيقه، وقطاع غزة يأمل الكثير، ينتظر الكثير، وما زال ينظر إلى كل الأشقاء العرب أن تكون لهم يد بيضاء بجوار دولة الإمارات في إسعاد أهل قطاع غزة وإسنادهم وتعزيز صمودهم، تماما كما تفعل الشقيقة الكبرى مصر من خلال مشاريع إعادة إعمار قطاع غزة والمدن المصرية التي يعني يجري إعمارها وبنائها في ثلاث محطات جغرافية في قطاع غزة، بجوار طبعا ما تبذل الشقيقة الكبرى مصر في أعمال البنية التحتية في قطاع غزة بطوله وعرضه. إذن سيد عماد محسن المتحدث باسم التيار الإصلاحي في حركة فتح، شكرا جزيلا لك.